مرحبا. وقت بدنا نحكي عن الإعلام الصادق، عن الإعلام الموضوعي، عن أخلاقيات المهنة، وعن الإنسان اللي عنده مبدأ ما قلنا إلا اسم سامي كليب. اليوم نحن موجودين بتكريم دكتور سامي كليب من قبل اللايونز كرمال لنحتفل نحن وياه بهالتكريم يلي أهدي لكل الإعلامية، للإعلامية يلي مش عم يقدروا يعيشوا بكرامتهم، للإعلامية يلي هن فقرة، وللإعلامية يلي نجحوا. نحن الإعلاميين نرفع راسنا بدكتور سامي كليب، ورح يكون لنا هاللقاء المخصص لموقع الفن معه. دكتور سامي، قديش كانت مهمة هالتكريم من قبل لايونز اليوم؟ يعني والله أنا تفاجأت، لأنه ما بيعرفوك مثل ما أنت قلت بكلمتك، لا بيعرفوك لا بتعرفون. أنا لا كنت بعرفون ولا بعرف مين المسؤول عن لايونز، وتفاجأت. وعلى فكرة دايما بتفاجأ أنه في ناس بيفكروا أنه يكرموني، وبصير بقول أنه ليش اختاروني لإلي. أنا دايما بسأل، بطرح على نفسي السؤال، بس بعتز بمحل تاني، بقول طيب يمكن الواحد كمان بجهده اللي بيعمله بحياته وبيضل محافظ على جزء كبير من الضمير وبيتعب على حاله، انه كمان انت بتحتاجي للعرفان من بعض المرات والاعتراف باللي انت عملتيه. بس كمان بقول انه الناس اللي عم يكرموك قديه بعدهم بيقدروا انه يكرموا اعلامي، هن بالنسبه له انه بيحترم المهنه، لانه نحن فكرنا انه سقط اهتمام الناس بالإعلاميين اللي بعدهم شوي بيحترموا مهنتهم. لا، ما مثل ما قال وزير الإعلام، أنا بحط كلمته معالي الوزير مكاري، قال إنه وقت بدنا نقول إنه في ناس أوادم بالإعلام دغري منقول سامي كليب. والله أنا بدي أشكره كمان وزير الإعلام، كمان أنا ما كنت بعرفه كتير منيح قبل ما صار وزير وتعرفنا بعدها. لا، صرتوا أصدقاء. صرنا كتير أصدقاء، صرنا أكثر من أصدقاء كمان. وهو مرات يعني بيتفضل بيسألني عن شغلي، وأنا من كل قلبي بقول له، مش بس لأنه بحبه لإله وبحب إنه شو عم بيعمل، بس كمان أنا بهمني إنه يرجع الإعلام اللبناني منارة ونرجع نعتز فيه. لما بلشت البرنامج بالجديد وكنت عم بحكي أنا ومديرة القناة كرمة خياط، فقلت لها لصديقتنا وزميلتنا ست كرمة إنه بالنهاية قدي نحن فينا نأسس لبرنامج يرجعوا العرب يشوفوه كمان. يعني أنا ما بيهمني أعمل برنامج ولا لأربح شوية مصاري ولا لأعمل شهرة، هيدا بيصير بتعرفي هلا يعني بيقطع منا مثلي ومثلك هيك مسافة بالمهنة، ما بيعود همه إنك أنت والله بس بدك تنشهري وتطلعي مصاري وكذا، بيصير عندك هم رسالة بالإعلام. أنا واحدة من الرسائل اللي بحب أشتغل عليها إنه يرجعوا العرب، بدل ما نحن عم نهرب ومنفل وبنروح لعند الدول العربية نشتغل، نرجع يصير لبنان سنتر لإعلام بهم العرب كمان بأخلاق وبمهنية وبعمق عربي جدي. يعني أنا اليوم إذا بقدم حلقة مثلا عن التطورات اللي حصلت بداخل السعودية وبتعاطى معها بمهنية عالية وبجيب خبراء يحكوا وبجيب أرقام وبجيب إحصاءات، لا أنا ساعتها السعودي بده يحضرني. بس إذا بيجي بطلع بصير بشتم، ساعة بشتم السعودي وساعة بشتم فلان وساعة بشتم اليمني وساعة بشتم الإيراني وساعة بشتم الأمريكي وساعة بشتم الفرنسي وساعة هون، أنا ما بعود بيحضرني، بصير يقول هيدا شتام على التلفزيونات. بعرف الضوء بموضوعية، يعني شوفي أسوأ شيء إنك بس تشوفي إعلامي تعرفي شو موقفه قبل ما يحكي، يعني ما بتصيري بتقولي ما خلص ما هيدا بده يحكي مع فلان. بس الأهمية إنه يطلع وأنت ما بتقدري تقدري هو شو رح يحكي، لأنه هو رح يعطيكي معلومات ورح يستند على الفكرة الأولى للإعلام اللي هي أعلم وحلل بناء على معلومات موثوقة. معالي الوزير يحاول وحاول، كل السنة سنطلق سويا تحت إشرافه بيروت عاصمة الإعلام العربي ونعيد المجد لهذه العاصمة، ولكن للأسف صارت ظروف تأخرت. أتمنى لك التوفيق معالي الوزير. شكرا جزيلا للمجلس. شكرا لك. هلأ عرفت أنه عندك تكريم شيء له علاقة بالمرأة برات لبنان، وين؟ بليبيا؟
هني دعونا على ليبيا لأنه أنا كان المفترض روح من 4 أيام أو 5 أيام لأتسلم جائزة قادة الرأي من منظمة المرأة العربية، وأنا بدي أشكر المنظمة وبدي أشكر الدكتورة فادية كيوان اللي كمان رشحوني وأنا ما كنت عارف أنه رشحوني، وفجأة بيقولوا لي أنك أنت فزت مع 2 من السيدات وأنه يفوز رجل بهاي الجائزة كمان شغلة مهمة. فكان المفترض روح على ليبيا بس للأسف ما عندنا طيران مباشر وعندي برنامجي بدي أقدمه على الهواء، فاستلمته عني الدكتورة فادية ورح يرجعوا يعملوا سهرة تكريم ويسلمون إياه. يلا منروح. إيه بتمنى وهيدا وسام على صدري. على كل حال أنت من حزب الستات وهي الوردة أنا هدية منك، مش هيك حملتها بالمقابلة أول مرة بحمل وردة. بس تستاهلي لأنه عن جد هلا أنا ما بدي أحكي بوجهك، بس أنت من الناس اللي حافظوا كمان على رونق هالمهنة وعلى أصالتها، وأنت صار لك كل عمرك بتشتغلي بنجاح وبهدوء وبيسموه بالبروفيل با، أنت لا بتعملي بهرجة ولا أنا فلانة الفلانية، بتشتغلي شغلك بضميرك وبأخلاقك وبتعملي بكل مؤسسة بتعمليها أنت بتعمليها، وبصير في حواليك كوكبة من الناس اللي بتعلميهم وبتنقليلهم هالمهنة كمان، أنا كمان بعتز فيك. الله يخليك، كنت عم عدهم هديك النهار كم مذيع ومذيعة وكم واحد صرت مرني. طبعا لا بخاف أقول العدد، بركي بيخنوني ختيارة وأنا بعدني صبية. لا بس الناس ما بيعرفوا، بعدك صبية حتما، بس الناس ما بيعرفوا كم نجم تخرجوا من عندك كمان. صحيح. وبينسوا أنه تخرجوا من عندك وبيتنكروا أنه تخرجوا من عندك، فهيدا كمان منه سهل، بس مش مهم، ضميرك مرتاح. يزداد الاعتزاز والفخر فقط حين يرد اسم الإعلامي والكاتب دكتور العزيز في متن دعوتنا لتكريمه. ورود اسمه في متن الدعوة هو تكريم للنادي قبل أن نقوم بتكريمه هذه المنصب. ما أنا بقول إنه دائما نلقي الأشياء الحلوة بلبنان، يعني حتى السياسيين مثلا والأشياء، لأنه بلشنا نطلع فضائيان ويوتيوب وإنترنت بس نفرجي الوجه الحلو إنه نحن منقدر نوصل. المشكلة إنه قد ما عم نحكي وننتقد حالنا وهيك حتى بالفن صاروا يعيرونا إنه صرنا بلد زبالة للأسف. إيه مش صحيح أبدا، مش صحيح في كل شيء هلا، وانت انت انت يعني بقلب الوضع الداخلي، وانا بعرف قديش عندك صداقات وبتعرفي ناس. لا نحن عندنا فن راقي وعندنا فن زبالي اكيد، بس انا ما بشوف واحد منهم بس، لا انا بقول انه في عصر جديد عم يطلب اغاني معبره عن غضب، عن ثوره بكل المعاني اجتماعيه وجنسيه وغيرها، بس في شيء عم يتغير. بس لا بعد عندنا فن راقي، يعني انا ما بعرف انه هالمجموعة الله يطول بعمره فيروز مثلا مثلا والجداد كمان السيدة فاروق، وائل كفوري في أجمل من صوته. صحيح. وائل مثلا وجوليا والمهضومين منهم والصوتهم حلو مثل نانسي وغيرها. طيب عاصي الحلاني طب ملحم زين، هيدي أصوات استثنائية. عندكم وديع الصافي بنيحة، وديع الصافي الله يرحمه، هيدا من كبار. لا أحكي حتى بالجيل الجديد، يعني كمان نحن عندنا قامات فنية بعد لحد هلأ حضورها بالعالم العربي هو الحضور الأول، هو منعتز فيهم. بتقولي لي في حد في اشياء زبالة؟ ايه حتما مثل كل شيء. طب ليش بالصحافة ما في صحافيين بتعتزي فيهم وفي صحافيين زبالة؟ بكل شيء. بالسياسيين نفس الشيء. لا دكتور سامي انت مدرسي ما رح فيني اختصر هالمقابلة قد ما عندي اشياء حابة اسألك اياهم، بس بدك تعدنا بمقابلة تانية. قبل ما اختم بدي اقول لك انه انا بالزمانات كنت عم بعمل برنامج سياحي ورحت على منطقة نيحة. نيحة كلها مطمورة بأثرات، يعني كل فشخة بنيحة إذا بحشت بتلاقي أثرات غنية كتير نيحة، بس أنا ما كنت عارفة إنه غنية كمان بناسها، بناس عندهم ضمير وعندهم أخلاق وعندهم ثقافة، وهن إذا بيظهروا من لبنان بمثلونا بلبنان وبينثروا الحضارة وين ما كان. شكرا جزيلا لك، وتشرفت نيحة بحضورك. أنا بقول لك إيه، ضيعتنا حلوة لأنه ضيعة بتشبه لبنان اللي نحن بنحبه، بالتلج في تلج، بالصيف صيف حلو، الفواكه المواسم الحلوة بتشرفينا وقت اللي بتزورينا بالعكس. وبعدها ضيعتنا نيحة كمان من الأشياء اللي كتير حلوة فيها، بعدها جامعة محبة الناس لبعضها، يعني مثلا
عندك الكنائس، عندك مقام النبي أيوب، عندك وديع الصافي، عندك الناس اللي بتحب بعضها، بعد الأفراح أفراح والأحزان أحزان، جمال الطبيعة، سحر المناطق، يساعدوا بعضهم ويحبوا بعضهم كتير كتير. وهيدا يمكن كمان مخلي أنه أولاد هالمناطق النائية بعد عندهم شوية أصالة يمكن. وتشرفنا فيك وبدك ترجع تزورينا مرة تانية أكيد. ولمعرفة كل أخبارنا الفنية زوروا موقعنا الفن.com، وما تنسوا تشتركوا على قناتنا على اليوتيوب.